المستشار رأفت المتولي؟ أكيد هو، بس إذا شكله اتغير عن زمان. صدق نفسي تقفل علينا باب واحد. انا كمان مبسوطه قوي قوي قوي. هتعمل كل اللي وعدتني بيه؟ عيب، انا اجدع واحد يقعد ويقفل. اتفضلي يا عروسه برجلك اليمين والنبي. كنت هتقطع الفستان يا حيوان. حيوان؟ انت قلتي الادب عليا الطلعه، ما تقعدي على ذمتي دقيقه واحده. انت طالع يا جماعه، استهدوا بالله وخلوا على النبي. اديك في حالك يوم. انا ما ارجعش في كلمتي ابدا. جرايه يا اخويا، تعالي يا بيت. ولا ناشفة يا اختي. بس زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمكشوف، وكل واحد ياخد حقته. فين مفتاح الشقة يا ابن عمتي؟ مفتاح الشقة؟ المفتاح نسيته في الاوتيل. فين مفتاحك يا امك؟ ما جبتوش معايا، نسيته. كمان سايب مفتاح الشقة لامك يا بتاع امك؟ اه بتاع امي اهو. انا بتاع امي يا اختي. ايوه يا اختي، هو بتاع امه. انت مالك؟ شفت؟ شفت اهم بانوه. بانوه يا امه. عمال فرحكم ان شاء الله، فرح ولادكم. الف سلامه. يلا بينا بقى نروح نطلع. ايه؟ لا احنا قدامنا شغل كتير. يلا بقى. طب استنى حطي دي. حطي دي يا روح. يا سلام، هي جت على دي. نهارنا رادي ان شاء الله. يلا. القمر اهو. شفتي بقى ميزه الواحد يعمل فرح بالنهار عشان ناخد اليوم من اوله. لا ما انا هنام. لا تنامي ايه يا عروسه، مفيش نوم طبعا. لا تنامي ايه بس. بقول لك هنام كده اهو. العفش اتصحر. ايه؟ استني، ده ما سابوش غير نجفه. يا نهار اسود. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. شع عمري راح. مين؟ قشطة جوجل، العفش كله تشوم في المخزن يا ابن عم. سيكا غالي انت وين؟ خلصة بالصلصة. حسب الرجالة. من يد من عدم. عد الفلوس يا ابن عم، الإيد غلطة خصوصا لما تبقى إيدك. والنعمة أنا كنت عروسة قمر، لولاش القلم اللي نزل على وشي ده. ما أنت كمان لسانك مبرد. إلهي يا رب يا صابر يفتح لك كل البيبان المتقفلة في وشك، وتبقى على وضعك كده. إلهي يا بعيدة تصحي من النوم تلاقي ربنا يبارك عليك كده. يا سيدي حاضر. يبقى رسالي حاضر. والله يا سيدي احنا ممكن نقعد عندنا.
يقعد يا ميسي يا جارح. جم 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 شاب يا رحمة. جون يا باشا، الواد ميسي ده لعيب. لا يا رجالة جوجل دي يا باشا. جوجل ده عشان لما تيجي تخش على جوجل وتعمل كده على البريد يطلع لك الحل من غير هاري ولا لط. شايف؟ شايف الهبه دي؟ مش جايب لها ميكروويف، هديها بتغسل على ايديها. طب اخذ يا برنا، تعبتك معايا بس عشان جو البوكس ده مانيش فيه عشان برستيج. والله العظيم يا باشا كنت لسه بشكر فيك. ايه ده؟ ايه فين العفش؟ اه فين العفش؟ انا فين؟ طول ما انت بتتنطط زي صوصة البنوليس كده مش هتطول مني حاجه. طول ما في عفش مفيش عفش. ايه انت بس يا انت باشا؟ اقعد اضرب بقى. عايزني اساعدك؟ طب اهو انت اهو يا ياسر باشا. انت انت اهدى بس انت تاني. ده كان فاضي الحيطان يا خادع. فين الباب؟ يالا خد الباب كمان يا باشا. الشقه كانت مكمكمه، قلت اعمل لك طياره. اه والله وحياة امك نظبطك يا ياسر باشا. يا ياسر باشا اقعد وكل حاجه هتستنى. اهو عورني اهو يا عم. استغفر الله العظيم. ماشي نقعد نتفاهم. يلا وانا دمي في ايدك يا عم. يا باشا اسمع كلام الباشا الصغير، وبعدين لما يشوفك كده يعمل ايه واحنا بنقول يا هيكله؟ يا باشا انت دارس في امريكا وعارف. جوجل جوجل لخص وقت من الاخر. ماشي يا باشا. طب هنشاهد الباشا الصغير يا عم. حط نفسك مكاني او مكانه او مكانك. يا باشا ياخد مراتي يلبسها قضيه شمال يلطها عشان ما عرفش يجندها. يرضيك يا باشا يعني خدها من عندكم ملطوطه. انت عبيط يالا، تسرع عفش ولاد دخلاتي. يا باشا ما انا حكيتها معاك كتير، وداج المراد واضع والعتاب صابوني القلب. وبعدين انا سامحتك 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 كتير، وسكان اصاله حذرت انا بقى بكفرت على طول. ولا هات من الاخر طلباتك ايه؟ شريط اصاله. شوفك يا باشا. جاهز؟ يا هولا انا صاب عليك بالعافيه. استنى هقول لك. تفرج على الليله نوم؟ يعني الان افرج عن العفشه، غير كده يا كبرنا هزعل واجيب ناس تزعل. وحياه دم السخن ده اديك لبستها. شفت رمي البلا سهل ازاي؟ على فكره انا عارف انك تقدر تسجني، بس عادي عادي عادي. قانون العقوبات في المادة 316 بينص على ان اللطة اللي احنا بيها دي من 6 شهور لسبع سنين. محامي ب 200 جنيه يجيب لي فيها 3 شهور 3 مانس. اخش اركلس كده بقى سليبنج وانامهم. اعتبرها خرجت. ايه ده كوزها؟ مجازي يعني؟ مراتي خرجت مجازي. ايه اعتبرها خرجت. مراتي خرجت مجازي. طب يلا يا لولا خرجنا خلاص كفاره. يا باشا انت كده شايفني خفيف؟ انا مش هخرج من هنا غير مراتي معايا. اسحب لك سحبه مايكي يا مشمش. الجيران اشتكوا، وبعدين 100 مره قلت لك ان الميه في صابون بتاكل في المسلح، والمسلح موحوح لوحده. خليك في حالك يا اخوي. ما حالي هو حالك يا بنت. انت هتفضلي لابسه الوش الخشب ده لغايه امتى؟ والنبي سيبيني في حالي يا شيماء. يا بنت اتقمصتي من غلاين اعصاب. ومش عارف على ايه ده. صبر يتمنى لك الرضا ترضي. ما ده اللي قاهرني. نفسي اخلف لحد تتعايش. احنا داخلين في سنتين جواز وست سنين خطوبه. كان زماننا جبنا اعمال وبذاكر له ماس. يعني حسابي يعني. العيل جاي جاي يا لولا. ربك ما بيديش الحسابين، بيدي الموعدين.
خلينا بقى من الموعدين، انت دارسه في امريكا وعارفه. يا صابر حط نفسك مكانها برضه. خليكي في حالك انت، الله يبارك لك، انا حاطط نفسك مكاني بالعافيه. طب عاوزين نسقط بالليل ونروح الدكتور. حس بيا يا صابر، حس بيا بقى يا اخي. ساعه كده ان شاء الله بحس بيك. اشمعنى يعني؟ واخد مسكن مهبطني وسنه الناس. انا لا رايح دكتور ولا هاجي عند دكتور، اللي ربك عايزه هو اللي هيكون. اكلت الكلب، اصل دي روح مش يمامه هتجيب البندق بتاعها وتيجي. يا ابن عمي جاي معايا ولا هتطلع مع اليمامه تجيب البندق؟ حبيب قلبي معايا. الحمد لله لو ما حلو تجيب جوزها ولا ده مش موضوعنا. اه مش موضوعنا. كفايه بقى ونركز في شغلنا شويه. حياتي بيز تركني شويه. ايه انت هتسيبني هنا ولا ايه؟ ايه هما هيخطفوك ولا ايه؟ خد بالك عشان الواد ده ممكن يبقى مكمر حاجه هنا. ايوه يا جمال وفلاسفر، شفتك النهارده في التي في قاعد في المجلس زي القمر. انت بتروح مطبق ولا ايه؟ قاعد مخمد كده. انت بتقول ايه؟ مخمد علي كلاي جامد كده في قعدتك. طلباتك يا جوجل. ايوه لسه قايل طلبات لحد وزعل. ما تتكلم يا لا، عايز ايه؟ شريط اصلك جديد. عايز نصيبي طبعا يا باشا، وانا شاطر وجايب شنطتي معايا. الله، واحنا كل شويه نرفع على بعض سلاح ولا ايه؟ دي دبان جميري وقعت في ايدي بالرنج بالغلط يعني. الله، ده انجليزي اهو، قلت اجيبها للباشا هديه، والنبي قبل الهديه. وانت اولى من زوجتي والذئب زوايف. برافو صابر، بتتكلم بجد انجليزي صح؟ جود بوي. 120,000 جنيه دفهم لحسابي. خليهم 100 يا صابر عشان خاطر. يا دي النيله بقى. طب خلاص، ال100 اللي حكم بيهم الراجل ده دفهم لحسابي يا عم عشان خاطرك والمصحف. انتوا هتغنوا وتردوا على بعض ولا ايه؟ حسابك كام يا عاد؟ واحد. واحد ايه؟ قصدي يقول لك 100,000 يا باشا. 100,000 جنيه. جنيه يا باشا، ده من يوم ما عملوه فضه ويا دوبك بيرن. يرضيك صدقني. 100,000 اخضر يا باشا، واحنا هنسويهم براحتنا. حق ولا مش حق يا روح؟ حقك طبعا. اهو هو نسي انت خلصت له ايه من مين كمان؟ يمين بالله لو ما خدت حقي بالاخضر لاخد البنت دي رهينه. خلاص بقى، خد البنت دي رهينه لغايه ما الفلوس ما تجهز. اقعد يلا بلاش هنبقى. وبعدين بقى اقعد. انا اكتب لك شيك ب 50,000 اخضر، والباقي هضمه لك على العمليه الجديده. من ايد من عدمها يا غالي؟ العملية الجديدة مقفولة بالضبة والمفتاح. المقفول يتفتح. أرصتها والأب كله بيفك بالصبر. يعني مبارك ونقول أمين. كله في البسين بيليل. على جمالك. الله، في إيه؟ أنت تقعد ترقعلي في الكلام. يا عم لا هرقعلك ولا تسرفلي، شيل ده من ده يرتاح ده عندك وبلاش تتليه. أقعد بس يا صابر. يا عم ما هيش يا الراجل بتاعنا برضه، واللي يقع منه نلمه إحنا. أنت شايف كده يعني؟ طبعًا. طب أقعد. عشان خاطر الراجل الطيب ده اللي اول مره اشوفه. خلينا في المهم يا صابر، العمليه اللي جايه هتتم في مطروح، وهناك كل متر ونص كمين، وخايف لنلبس الطرح. قصدك البس انا فيها طرحه؟ اول ما تخلص العمليه الجديده فلوسك هتبقى جاهزه على داير المليين. وعد وعد. طيب يا برنس، خد بقى مني الكارت الجديد، صابر جوجل واللحظه الحقيقيه، عشان لو احتجتني ده الايميل. ما انتش غريب برضه. واحد تسمع لي تاخد التاني. ما انت زي الفل اهو. يعني العيب فيا يا دكتور؟ وانت كمان زي الفل. خلاص يبقى العيب في السرير، نجيب اوضه نوم جديده يا لولا. في ايه يا دكتور؟ كيمستري بالبلدي كده، الكيمياء بتاعتكم مش راكبه على بعض. يعني لو انت اتجوزت واحده غيرها اكيد هتخلف، ولو انت اتجوزتي واحد غيره هتخلفي طبيعي قوي. وساعتها هنكتب الواد باسمك. انا ما اقدرش استغنى عنه. يعني موضوع الخلفه مستحيل. بصراحه الامل ضعيف، لكن ما عندناش حل غير الصبر، وكل حاجه بيد ربنا.
بنت ما تاكلي يا بنت، انت الاصل والباقي حلقه وصل والمصحف. والنبي سيبني في حالي يا صابر. وماله حالك، ده احنا في احسن حال. يا والله يا صابر زيك يا صابر، ده انا كنت حبيته حب. صدق بالله، لا اله الا الله، انا بحبك اكتر من صابر اللي انت بتدور عليه وما لقيتهوش. طب اسحبي. لا والنبي لا تسحبي. بس يا صابر بقى يا بنت، والله الدكتور قال في امل. اما انا جايبك هنا بتضربي كوارع ليه؟ انجزي بقى عشان نحلل اللقمه. يعني انا معايا بقى يا صابر بقيت ارض بر. يا دول كله بايد ربنا، ما بيتعبش غير على الصوم والصلاه، وانت ما شاء الله يعني ما بتقطعهاش. ايه ده فرسان جديد؟ نحتسبه عند الله شهيد. ده لو بركت عليها ينطفي. والنبي اللي تاخدي دي عشان خاطري. مش عايزه. طب اضربي لي طبق شوربه. لا بس بقى. يا لهوي الشاي من يد من اعدمها. ايه الحلاوه دي؟ وعيدك دي ايه؟ هنفضل كده مضينها مسلسلات تركي؟ ولا في ورقه ما بيننا ولا حتى دبله في ايدي؟ ايه مالك فايره في حوارك كده ليه؟ انت في حد مسخنك عليا يا بت؟ ايوه سيماء اللي جوايا، وقالت لي كمان ان انت ناوي تقلبها خناقه دلوقتي عشان تزوغ مني. هتكتب عليا يا فاروق ولا اشوف حالي انا؟ اه ده في حد تاني بقى راكب على الخط. سبت وحد واتنين وحياتك. اوبا في ايه يا جماعه؟ صوتكم جايب لاخر الشارع. خش انت جوه اشوفهم انا. يا رؤى الليل دخل، مش وراك شغل ولا ايه؟ يلا روح جاي. يلا الواد مضايق في ايه؟ ابن عمك سايق الهبل، وانا بصريح العباره كده بقى جاي لي عريس. اوبا عايزه تدخلي غريب ما بيننا؟ طب افرض طلع شمال يلطنا؟ ده حتى شمال في شمال في شمال ما توديكيش في حته، هتجيبك قدام اقول لك نفسي الهاري. انت دارسه في امريكا وعارفه. عارف يا صابر؟ البت هبه دي زعلانه مني قوي عشان ما خدتش بخاطرها في موتة امها. صابر انت معايا؟ بس عادي، هي برضو ما جاتش في موتة امي. صبري انت سامعني ولا لا؟ بس برضو لازم الواحد يكون احسن منه. الله انت مش سامعني خالص يا صابر. تبا لسطحيه سكنت عقول البشر، يا دي النيله السودا، يا دي النيله السودا، مش عارفه اتامل مع نفسي لحظه. يا ست الناس طول ما انا قاعد قدامك وباصص لك وبمزاجي، مش لازم انت سامعني، انت شايفني، انت فاهمني، انت فاهم، وتعاملي مع وشي على انه ورش التكييف. وبعدين في كوبايه الشاي اللي انا طالبها وانا حلو كده فين؟ مالك يا راجل؟ هو انا يعني مش عارف افضفض واخد راحتي معاك بكلمتين؟ انا بقى طبعي كده. خلاص اطلع انا بره. قول لي بقى، عارف كل اللي انت فيه ده من ايه؟ ايه؟ من الحشيش. شيش؟ كل يوم تصرف 300 400 جنيه، كان زمانك دلوقتي عندك فيلا. يعني انا ما شربتش الحشيش ده، كان زمان عندي فيلا؟ طب انت بتشرب حشيش؟ لا. ما عندكيش فيلا ليه؟ قومي بقى فزي، فزي يا بنت اعملي كوبايه شاي. فيلا؟ كرهتني في الحشيش. تعالى يا غندور، غندور شكله اتسطح. رب استرفع عيني يا حبيبي. طب ثانية، غفت غفت انت طيبة يا بنت وبنت أصول بجد. لا أنا مش مصدقك، حاسك بتكتب عليا. بسم الله ما شاء الله، وكمان قوية الملاحظة. أحبك يا ليلى. وأنا بنت فيك. أنا مش هقف هنا تاني يا ليلى، بقف هنا توجع على قد الطرف. ما
مش كفايه بقى ونركز في شغلنا شويه؟ حياتي دي اتركني شويه. ايه انت هتسيبني هنا ولا ايه؟ ايه هما يخطفوك ولا ايه؟ خد بالك عشان الواد ده ممكن يبقى مكمر حاجه هنا. ايوه يا جماله في الاصفر. شفتك النهارده في التي في قاعد في المجلس زي القمر. انت بتروح مطبق ولا ايه؟ قاعد مخمد كده. انت بتقول ايه؟ مخمد علي كلاي جامد كده في قعدتك. طلباتك يا جوجل. ايوه لسه قايل طلبات لحد وزعل. ما تتكلم يا لي عايز ايه؟ شريط اصلك جديد. عايز نصيبي طبعا يا باشا، وانا شاطر وجايب شنطتي معايا. الله، واحنا كل شويه نرفع على بعض سلاح ولا ايه؟ دي طبعا جميري وقعت في ايدي بالرنج بالغلط يعني. الله، ده انجليزي اهو، قلت اجيبها للباشا هديه والنبي قبل الهديه. وانت اولى من زوجتي والذئب زوايف. برافو صابر، بتتكلم بجد انجليزي صح؟ جود بوي. 120 الف جنيه دفهم لحسابي. خليهم 100 يا صابر عشان خاطري. يا دي النيله بقى. طب خلاص، ال100 اللي حكم بيهم الراجل ده دفهم لحسابي يا عم عشان خاطرك والمصحف. انتوا هتغنوا وتردوا على بعض ولا ايه؟ حسابك كام يا عاد؟ واحد ايه؟ قصدي يقول لك 100,000 يا باشا. 100,000 جنيه؟ جنيه يا باشا، ده من يوم ما عملوه فضه ويا دوبك بيرن. يرضيك صدقني. 100,000 اخضر يا باشا، واحنا هنسويهم براحتنا. حق ولا مش حق يا روح؟ حقك طبعا. اهو هو نسي انت خلصت له ايه من مين كمان؟ يمين بالله لو ما خدت حقي بالاخضر لاخد البنت دي رهينه. خلاص بقى، خد البنت دي رهينه لغايه ما الفلوس ما تيجي. اقعد يلا بلاش همبك. وبعدين بقى اقعد. انا اكتب لك شيك ب 50,000 اخضر والباقي هضمه لك على العمليه الجديده. من ايه من عدمها يا غالي؟ العمليه الجديده مقفوله بالضبه والمفتاح. المقفول يتفتح. قرصتها والقبر كله بيفك بالصبر. يعني مبارك ويقول امين. كله في البسين بيليه. على جراله. الله، في ايه؟ انت تقعد ترقعلي في الكلام يا عم؟ لا هرقعلك ولا تسرفلي. شيل ده من ده ارتاح، ده عندك وبلاش تتليه. اقعد بس يا صابر. يا عم مهيشة الراجل بتاعنا برضه، واللي يقع منه نلمه احنا. انت شايف كده يعني؟ طبعا. طب اقعد عشان خاطر الراجل الطيب ده اللي اول مره اشوفه. خلينا في المهم يا صابر. العمليه اللي جايه هتتم في مطروح، وهناك كل متر ونص كمين، وخايف لنلبس الطرح. قصدك البس انا فيها طرح؟ اول ما تخلص العمليه الجديده فلوسك هتبقى جاهزه على داير الملين. وعد وعد. طيب يا برنس، خد بقى مني الكارت الجديد صابر جوجل واللحظه الحقيقيه عشان لو احتجتني. ده الايميل، ما انتش غريب برضه. وعد، تسمح لي تاخد التاني؟ ما انت زي الفل اهو. يعني العيب فيا يا دكتور؟ وانت كمان زي الفل. خلاص، يبقى العيب في السرير. نجيب اوضه نوم جديده يا لولا. في ايه يا دكتور؟ كيمستري. بالبلدي كده الكيمياء بتاعتكم مش راكبه على بعض. يعني لو انت اتجوزت واحده غيرها اكيد هتخلف، ولو انت اتجوزتي واحد غيره هتخلفي طبيعي قوي. وساعتها هنكتب الواد باسمك. انا ما اقدرش استغنى عنه. يعني موضوع الخلفه مستحيل. بصراحه الامل ضعيف، لكن ما عندناش حل غير الصبر، وكل حاجه بيد ربنا. يا بنت انت القصد والباقي حلقه وصل والمصحف. والنبي سيبني في حالي يا صابر. وماله حالك؟ ده احنا في احسن حال. يا يا والله يا صابر، زيك يا صابر، ده انا كنت حبيته حب. صدق بالله لا اله الا الله، انا بحبك اكتر من صابر اللي انت بتدور عليه وما لقيتهوش. طب اسحبي. لا والنبي لا تسحبي. بس يا صابر بقى. يا بنت والله الدكتور قال في امل. اما انا جايبك هنا بتضربي كوارع ليه؟ انجزي بقى عشان نحلل اللقمه. يعني انا معيبه يا صابر؟
بقيت ارض بر يا لول، كله بايد ربنا، ما بيتعبش غير على الصوم والصلاه، وانت ما شاء الله يعني ما بتنفعهاش. ايه ده فرسان جداد؟ نحتسبه عند الله شهيد. ده لو بركت عليها ينطفي. والنبي اللي تاخدي دي عشان خاطري. مش عايزه. طب اضربي لي طبق شوربه. لا بس بقى. الشاي من يد من اعدمها. ايه الحلاوه دي؟ اوعي ايدك دي. ايه هنفضل كده مقضينها مسلسلات تركي؟ ولا في ورقه ما بيننا ولا حتى دبله في ايدي. ايه مالك فايره في حوارك كده ليه؟ انت في حد مسخنك عليا يا بت؟ ايوه شيماء اللي جوايا، وقالت لي كمان ان انت ناوي تقلبها خناقه دلوقتي عشان تزوغ مني. هتكتب عليا يا فاروق ولا اشوف حال انا؟ اه ده في حد تاني بقى راكب على الخط. سبت وحد واتنين وحياتك. اوبا في ايه يا جماعه؟ صوتكم جايب لاخر الشارع. خش انت جوه اشوفهم انا. يا رؤى الليل دخل، مش وراك شغل ولا ايه؟ يلا روح غير. يلا الواد مضايق في ايه؟ ابن عمك سايق الهبل، وانا بصريح العباره كده بقى جاي لي عريس. اوبا عايزه تدخلي غريب ما بيننا؟ طب افرض طلع شمال يلطنا؟ ده حتى شمال في شمال في شمال ما توديكيش في حته، هتجيبك قدام اقول لك نفسي الهاري. انت دارسه في امريكا وعارفه. عارف يا صابر، البت هبه دي زعلانه مني قوي عشان ما خدتش بخاطرها في موتة امها. صابر انت معايا؟ بس عادي، هي برضو ما جاتش في موتة امي. صابر انت سامعني ولا لا؟ بس برضو لازم الواحد يكون احسن منه. الله انت مش سامعني خالص يا صابر. تبا لسطحيه سكنت عقول البشر، يا دي النيله السوداء يا دي النيله السوداء، مش عارفه اتامل مع نفسي لحظه. يا ست الناس طول ما انا قاعد قدامك وباصص لك وبمزاجي، مش لازم تسمعني، انت شايفني، انت فاهمني، انت فاهم، وتعاملي مع وش على انه ريش التكييف. وبعدين في كوبايه الشاي اللي انا طالبها وانا حلو كده فين؟ مالك يا راجل؟ هو انا يعني مش عارف افضفض واخد راحتي معاك بكلمتين؟ انا بقى طبعي كده. خلاص اطلعنا بره. قول لي بقى، عارف كل اللي انت فيه ده من ايه؟ ايه؟ من الحشيش. شيش. كل يوم تصرف 300-400 جنيه، كان زمانك دلوقتي عندك فيلا. يعني انا ما شربتش الحشيش ده، كان زمان عندي فيلا؟ اه. طب انت بتشرب حشيش؟ لا. ما عندكيش فيلا ليه؟ قومي بقى، فز يا بنت اعمل كوبايه شاي. فيلا. كرهتني في الحشيش. تعالى يا غندور. غندور شكله اتسطح. اتفضل الشاي اهو. ايه بت؟ وفي راجل بيعيط. امال مالك؟ شويه تراب بس ترفعيه يا حبيبي. طب ثانيه، خفت؟ حاسك بتكتب عليا. بسم الله ما شاء الله، وكمان قوية الملاحظة. أحبك يا ليلى. وأنا بموت فيك. أنا مش هقف هنا تاني يا ليلى. بقف هنا توجع وعينيا بتتطرف. عبدو أنت يا بني آدم. إيه 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 خير يا سعادة البيه؟ خير أنا بني آدم؟ خير يا سعادة البيه؟ عربيتي فين؟ المخابير شاف بيه عربيتي. ما كانت واقفة هنا؟ ما يمكن يا بيه ولدك الصغير خدها يتفسح بيها شوية يا بيه. ألو؟ ما تقلقش يا باشا، عربيتك في الحفظ والسوق.
انت مين يا ستي؟ وعربيتي فين؟ لو بلغت البوليس مش هتشوف عربيتك تاني، وانت عارف بقى اللي بيروح ما بيرجعش. جهز 50,000 جنيه وهتاخد عربيتك في مطروح. فين في مطروح؟ عند القهوة اللي عند السوبر جيت. عند القهوة اللي قدام السوبر جيت. سلام يا باشا. دي آخر عملية يا صابر. أنا عايز أخلف حتة عيل أربيه في النور. ومين قالك إن أنا عايز غير كده؟ يا غالي يا بنت الغالي. حبيب قلب الغالي ابن الغالي. شوية كده يا ست الناس. بقولك إيه؟ إيه؟ بقولك إيه؟ ما تيجي رايح لنا ساعة قبل المصلحة دي؟ لا، أنا حلي مهدود من امبارح. امبارح إيه بس؟ يا بنت قدامك راجل كامل الرجولة وأنتِ كاملة الأنوثة. لو ما عملناش حاجة كامل هيزعل. وأنا ما أقدرش أزعل كامل. والنبي. أيوه. ولا أنا. يا دي كامل! أعوذ بالله. أنا اتجوزك. طب بذمتك إزاي كنت عاوزاني أتجوزك وأنتِ بالمنظر ده؟ لا ده انا بيبقى ليا منظر احلى بكتير لما حد بيحاول يستظرف فبيشوف وش التاني. تحب اوريه لك؟ حاسب حاسب يا استاذ. حاسب يا استاذ. يا نهار ابيض رجلك هتتكسر تحتك. اشكركم اشكركم اشكركم. هي القهوه اللي هنا فين؟ عند الشيخ اللي قاعد هناك. شكرا شكرا شكرا. خد بالك من نفسك. صبر. شكرا. غزل البنات يا صبر. غزل البنات. تعال. ها عايز ايه؟ عايزه غزل البنات. لنا واحد. الو. الحمد لله على السلامه يا باشا. مين معايا؟ مش مهم مين معاك، المهم انك وصلت بالسلامه. الله، انت شايفني؟ ما تهونش عليا، سيبك تيجي مطروح لوحدك. انا عايز اغير عقلك. لنا واحد ابويا. ها انت جاهز يا باشا؟ جاهز جاهز طبعا. طب ارفع ايدك كده بالظرف. طب دقيقه واحده بس. اهو اهو. ايه ده ايه ده؟ لا تقلقش دول تبعك. اهدى اهدى. اه يا باشا ادخل اول يمين في اول شمال هتلاقي تلات عربيات في وسطهم عربيه متقطعه. دي عربية. المستشار عبد الرحمن. معالي الباشا. اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل. سلام عليكم. الف سلام. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. على وضعك يا جوجل يا ابو التكاتين. لا اله الا الله. في ايه؟ بص جنبك الملك فاروق. ايه ده؟ الى ايامك ترجع كان الجنيه ب 12 دولار اهو. اطلقت وركب سوبر جيت. سامحك يا انجي. الحمد لله على السلامة. أنا قلت محدش هيعملها غير صابر جوجل. بص يا غالي، أنا بقيت في حضن ليلى،
ظبط لي ضربات القلب وانت تقول لي كل متر ونص كمين. امال فين المصلحه؟ خد دول دلوقتي والباقي بقى عدي عليا بعد اسبوع كده. عمره ما هيغير سياسته. مش قلنا نصفر العداد؟ لا 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 صابر، انا عايزتك عن جد توثق في مستر السروجي، لانه لما بيوعد بيوفي. انا بقى المره دي نفسي ما يوفيش، اصلها كده هتبقى متعشيه متعشيه. مين هاي المتعشيه؟ امي. بص يا طهرة، انا ما بثقش في حد والشيطان كان ملاك. العيب مش عليا يا ابن عمي، العيب علينا احنا. احنا بعد كده نغير سياستنا، الدفع قبل الرفع. وقلبك الطيب ده بقى حضنه لي على الرصيف قبل ما تيجي. قهرتي ده بقى اللي موديني في داهيه. قلبه يعني امريكاني. اخلص يا صابر، اسحب وخلي بالك من نفسك. خلي بالي من نفسي؟ ده انا ابويا ما قالهاليش. انت شفت لي حلم وحش ولا ايه؟ طب انا ايه بقى؟ ما حدش هيراضيني بقى في الليله دي ولا ايه؟ او النبي الراجل ده بركه، بدل ما يدعي عليك يا بنت ما تاكلي يا بنت، انت الاصل والباقي حلقه وصل والمصحف. والنبي سيبني في حالي يا صابر. وماله حالك؟ ده احنا في احسن حال. يا يا والله يا صابر، زيك يا صابر، ده انا كنت حبيته حب. صدق بالله لا اله الا الله، انا بحبك اكتر من صابر اللي انت بتدور عليه وما لقيتهوش. طب اسحبي. لا والنبي لا تسحبي. بس يا صابر بقى يا بنت، والله الدكتور قال في امل. اما انا جايبك هنا بتضربي كوارع ليه؟ انجزي بقى عشان نحلل اللقمه. يعني انا معايا بقى يا صابر بقيت ارض بر. ده دول كله بايد ربنا، ما بيتعبش غير على الصوم والصلاه. وانت ما شاء الله يعني ما بتطلعهاش. ايه ده؟ فرسان جداد. نحتسبه عند الله شهيد. ده لو بركت عليها ينطفي. والنبي اللي تاخدي دي عشان خاطري. مش عايزة. طب اضربي لك طبق شوربه. لا بس بقى. الحوي الشاي من يد من اعدمها. ايه الحلاوه دي؟ اوعي ايدك دي. ايه هنفضل كده مضينها مسلسلات تركي؟ ولا في ورقه ما بيننا ولا حتى دبله في ايدي. ايه مالك فايره في حوارك كده ليه؟ انت في حد مسخنك عليا يا بت؟ ايوه شيماء اللي جوايا، وقالت لي كمان ان انت ناوي تقلبها خناقه دلوقتي عشان تزوغ مني. هتكتب عليا يا فاروق ولا اشوف حالي انا؟ اه ده في حد تاني بقى راكب على الخط. سبت وحد واتنين وحياتك. اوبا في ايه يا جماعه؟ صوتكم جايب لاخر الشارع. خش انت جوه اشوفهم انا. يا رؤى الليل دخل، مش وراك شغل ولا ايه؟ يلا روح غير. يلا الواد مضايق في ايه؟ ابن عمك سايق الهبل، وانا بصريح العباره كده بقى جاي لي عريس. اوبا عايزه تدخلي غريب ما بيننا؟ طب افرض طلع شمال يلطنا؟ ده حتى شمال في شمال في شمال ما توديكيش في حته، هتجيبك قدام اقول لك نفسي الهاري. انت دارسه في امريكا وعارف. عارف يا صابر؟ البت هبه دي زعلانه مني قوي. عشان ما خدتش بخاطرها في موتة امها. صابر انت معايا؟ بس عادي، هي برضو ما جاتش في موتة امي. صبر انت سامعني ولا لا؟ بس برضو لازم الواحد يكون احسن منه. الله انت مش سامعني خالص يا صابر. تبا لسطحيه سكنت عقول البشر، يا دي النيله السوداء، يا دي النيله السوداء. مش عارفه اتامل مع نفسي لحظه يا ست. الناس طول ما انا قاعد قدامك وباصص لك وبمزاجي، مش لازم انت سامعني، انت شايفني، انت فاهمني، انت فاهم، وتعاملي مع وش على انه ريش التكييف. وبعدين في كوبايه الشاي اللي انا طالبها وانا حلو كده فين؟ مالك يا راجل؟ هو انا يعني مش عارف افضفض واخد راحتي معاك بكلمتين؟ انا بقى طبعي كده. خلاص اطلع انا بره. قول لي بقى، عارف كل اللي انت فيه ده من ايه؟ ايه؟ من الحشيش. شيش؟ كل يوم تصرف 300 400 جنيه، كان زمانك دلوقتي عندك فله. يعني انا ما شربتش الحشيش ده، كان زمان عندي فله؟ طب انت بتشرب حشيش؟ لا. ما عندكيش فله ليه؟ قومي بقى فز فز يا بنت اعملي كوبايه شاي. فله؟ كرهتني في الحشيش. تعالى يا غندور. غندور شكله اتسطح. شايفه صابر مالك يا حبيبي؟ انت بتعيط ايه يا بت؟
في راجل بيعيط. امال مالك؟ شويه تراب بس ترفعيني يا حبيبي. طب ثانيه غفت. حاسك بتكتب علي. بسم الله ما شاء الله وكمان قوية الملاحظة. أحبك يا ليلى. وأنا بنت فيك. أنا مش هقف هنا تاني يا ليلى. بقف هنا توجع وعينيا بتتطرف. عبدو أنت بني آدم. إيه سعادة البيه؟ خير يا نبي الادم؟ خير يا سعادة البيه؟ عربيتي فين؟ المخابير شاريه عربيتي. ما كانت واقفة هنا؟ ما يمكن يا بيه ولدك الصغير خدها يتفسح بيها شوية يا بيه. ألو؟ ما تقلقش يا باشا، عربيتك في الحفظ والسوق. أنت مين يا ستي؟ وعربيتي فين؟ لو بلغت البوليس مش هتشوف عربيتك تاني، وأنت عارف بقى اللي بيروح ما بيرجعش. جهز 50,000 جنيه وهتاخد عربيتك في مطروح. فين في مطروح؟ عند القهوة عند السوبر جيت. عند القهوة اللي قدام السوبر جيت. سلام يا باشا. دي آخر عملية يا صابر. أنا عايز أخلف حتة عيل أربيه في النور. ومين قالك إن أنا عايز غير كده؟ يا غالي يا بنت الغالي. حبيب قلب الغالي ابن الغالي. شوية كده يا ست الناس. بقولك ايه؟ ايه؟ بقولك ايه؟ ما تيجي نريح لنا ساعة قبل المصلحة دي؟ لا، أنا حلي مهدود من امبارح. امبارح ايه بس؟ يا بنت قدامك راجل كامل الرجولة وانتي كاملة الأنوثة، لو ما عملناش حاجة كامل هيزعل. وأنا ما أقدرش أزعل كامل. والنبي. أيوه. ولا أنا. يا هادي يا كامل! أعوذ بالله. أنا اتجوزك. طب بذمتك إزاي كنت عاوزاني أتجوزك وأنت بالمنظر ده؟ لا ده أنا بيبقى ليا منظر أحلى بكتير لما حد بيحاول يستظرف فبيشوف وش التاني. تحب أوريهولك؟ حاسب يا أستاذ. حاسب يا أستاذ. يا نهار أبيض. رجلك هتتكسر تحتك. أشكركم. هي القهوة اللي هنا فين؟ عند الشيخ اللي قاعد هنا. شكراً. خد بالك من نفسك. صبر. شكراً. غزل بنيتي يا صبر، غزل بنيتي. تعال. عايز ايه؟ عايزه غزل البنات. هات لنا واحد. الو. الحمد لله على السلامه يا باشا. مين معايا؟ مش مهم مين معاك، المهم انك وصلت بالسلامه. الله، انت شايفني؟ ما تهونش عليا، سيبك تيجي مطروح لوحدك. انا عايزه غزل هقعد. ربنا واحده بيك. ها انت جاهز يا باشا؟ جاهز طبعا. طب ارفع ايدك كده بالظرف. طب دقيقه واحده بس. اهو ايه ده؟ لا تقلقش، دول تبعك. ايه يا باشا، ادخل اول يمين في اول شمال هتلاقي تلات عربيات في وسطهم عربيه متقطعه. دي عربيتك. المستشار عبد الرحمن. معالي الباشا. اتفضل يا باشا. اتفضل. سلام عليكم. الف سلام. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. على وضعك يا جوجل يا ابو التكاتين. لا اله الا الله. في ايه؟ بص جنبك ملك فاروق. ايه ده؟ إلى أيامك ترجع كان الجنيه ب 12 دولار أهو طلقت وركب سوبر جيت.
يا ما تعملش المحشي مني. يا رب ايدي ايدي يا رب عربيه الباشا ترقص. قلت محدش هيعملها غير صابر جوجل. بص يا غالي انا بقيت في حضن ليلى زبط لي ضربات القلب وانت تقول لي كل متر ونص كمين. امال فين المصلحه؟ خد دول دلوقت والباقي بقى عدي عليا بعد اسبوع كده. عمره ما هيغير سياسته. مش قلنا نسفر العداد؟ لا 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 صابر انا عايزتك عن جد توثق في مستر السروجي لانه لما بيوعد بيوفي. انا بقى المره دي نفسي ما يوفيش. اصلها كده هتبقى متعشية متعشية. مين هاي المتعشية؟ أمي. بص يا طهرة أنا ما بثقش في حد والشيطان كان ملاك. العيب مش عليا يا ابن عمي، العيب علينا إحنا. إحنا بعد كده نغير سياستنا، الدفع قبل الرفع، وقلبك الطيب ده بقى حضنهولي على الرصيف قبل ما تيجي. قهرتي ده بقى اللي موديني في داهية. قلبه يعني. أمريكاني. أخلص يا صابر. أسحب وخلي بالك من نفسك. خلي بالي من نفسي؟ ده انا ابويا مالهاليش. انت شفت لي حلم وحش ولا ايه؟ طب انا ايه بقى؟ محدش هيراضيني بقى في الليله دي ولا ايه؟ او النبي الراجل ده بركه، بدل ما يدعي عليك هيخليك ما تعرفش تعزف على البيانو. انت دارس في امريكا وعارف. ادعي لنا يا صابر. ادعي معانا يا طهره. يا رب اشوفك هاني شنوده. مين هاني شنوده ده؟ يلا هاني شنوده ده اللي اكتشف عزه ابو عوف وما ابو عوف وسيد ابو عوف. ومين سيد ابو عوف ده كمان؟ سيد ابو عوف ده اللي هو ابن خالد بنت عم ابوك. القرابه اللي بتقلب الشتيمه دي. يا عم ما تقول كده. سلام يا كبرنا. سلام يا جوجي. دولاب جوكته لسه قديمه ولسه في بالي زيزو هيمه صحابي زمان وعندي كرامه عليها القيمه واحلامي في كل مكان. لا صوت بقلص بيتلاشى مع الايام ولا الاحزان بتتناسى ورا النسيان. الله والنبي عسل وانت عسل وشعرك عسل. ايه يا صابر ده احنا من ايام خطوبتنا ما سمعتش كلام حلو زي ده. ما هو بعيد عنك بعد الجواز الكلام بيمسخ. قول لها يا غندور بنتين وكمان اربع بنات. ما تشك يا فاروق. اشك في اختي ابقى واطي. ما تشك يا صابر. معقوله اشك في مراتي؟ ده كلام. شك انت الها تتشكى بعيده. لا انا شيماء اللي جوايا شك فيكم من اول رميه. اشك البسي يا عسل. ايه ده انتوا بتخموا؟ انا مش لعبه معاكم. قرف ده. خف النار شويه يا لولا بخلص. ما كفايه شرب بقى صدرك هيغلق. ايه صدرك هيغلق؟ على اساس ان عندي حفله الصبح. دي مرات هاني شاكر ما تقولهالوش. ما قلتليش عملت ايه في اللي اتفقنا عليه يا صابر؟ فاروق جاي له قرشين اليومين دول واخليه يكتب عليك ولا ايه يا رؤى؟ خالصه بالصلصه يا ابن عمي. هو كلام عيال ولا ايه؟ بس انا بقى عايزه مهر 100,000 جنيه. ليه؟ بص على البحر. ده انا دفري بمنطقه. وبعدين لازم يدفع ويكوع فيه عشان يحس بقيمتي ويحافظ عليا. ماينيا مش خليتيني اصدق. ضفري الواد تحت ايدي لو فلت مني ما يخصنيش. انت دارسه في امريكا وعارفه اللي تشوفه يا صابر. طبعا حاضر. طب استاذن بقى يا جماعه عشان عندي مصلحه. خدوا بالكم من غندور بدل ما يطير. يا بت عادي ما
نطيت من السور دخلت من الشباك. ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ ايوه شو بدك مني؟ واحد شو؟ كنت عايز كارت واحد عشان انا نسيت الايميل بتاعي. اي من اين لك هذا؟ هبلغ عنك الاموال العامه يا سفله وهطلع شاهد ملك. يخرب بيتك شو مهضوم جدا جدا. انت مين قالك؟ انت خويه الملاحظه. تعالي بقى وتسايق. انت منين بقى ان شاء الله؟ انا من بيروت. ما شاء الله. اي بس قلي كتير ما رحت لهنيك. من امتى؟ من ايلول الماضي. ايلول الماضي؟ سبحان الله، هو الانسان ايه غير مجموعه ايلولات؟ ايلول الماضي وايلول الحاضر. تعالي بقى نايل شويه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ حرانة زيي برضو؟ اشتقت لك. طيب انا اهو. ايه رايك؟ اتفضل يا باشا. رحت لها يا باشا. القهوة عند الشيخ اللي قاعد. يا كوكا يا كوكا يا جوجل 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 جوجل. يا دي البهجة اللي انت فيها دي، مقابلني في باريس. نورت بيتك يا عسل. ليه داخل على المدام؟ الله الله، مالك رفعت كتابك كده ومعوج عليا؟ انا المفروض ازعل منك قوي. خير ليه يا اخوي؟ عشان ما جيتش موت خالي خالي خالي. ايه صدى الصوت ده يا؟ ما انت عارف ان انا عامل عمليه في بقي وبعدين ده خالي. خلاص يا سيدي، لما خالي يموت ما تجيليش. لا هادي، انا حر. يعني الغلس عايش شلوط في حلق سقف بقه. بقول لك انا ما بحبش الحركه دي. جرا جوجل ده وريا. بجد وحشتك؟ وحشتني ايه؟ وحشتني دي ما تنفعش تعبر عن جوايا. وبحب اكلمك كتير على الفيس ما بترديش عليا. ومن ساعه ما بعت الصور النار نار نار دي وانا يا لهوي مش قادر مش قادر بتشحتف. صدقني من ساعه ما شفتها وانا طالب نقلي للمطافي. يا ايه يا عم اللي عملته ده ده ده؟ يا ده انت متعلم الكلام على كبر. ايام بيزي مشغول يعني. مالك قفش ليه يا جوجو؟ اصل السجاير شاحه في السجن وانا عايز اعرف انت شقتها منين يا جوجو. يا جوجو ما تبصني ببق احسن وخدم المأمور جدعانه. إلهيك حبه مطرح ما هو قاعد ويخرب بيت زي ما خرب بيوتنا. ده كان المأمور اللي قبل منه كان عسليه، كان برقبته. طب اللي خلص لك المصلحه دي يبقى رفيقي وشقيقي وحليله بق بق بق. يخرب بيت بقك على بقه. مين شغال معاك في الحوار ده يا؟ هقول لك يا جوجو، اللي مدورينها في السجن اتنين، العبد لله والواد علي طفايه لحساب الباشا ده. وانا عايز اعمل موضوع لحسابي لوحدي. جه جه جه. واللقطه ده بيخش بكام؟ نص مليون. مصلحتي بكام؟ 20%. 40%. كتير ما توفيش. طالما شحها في السجن دبلر برايس. انت بتعمل كده ليه يا جوجو؟ منفضك من دماغي. مش للدرجان دي يا جوجو. جوجو سنتكلم اليوم احبائي في الله عن الامانه، الامانه والضمير. والمولى عز وجل يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. فهل نحن أحبائي في الله نعمل بهذا التكليف أم لهان عنه الشيطان كما لهان عن العديد من أمور ديننا الحنيف؟ الأمانة، الأمانة ضاعت في الناس. فإياكم والشيطان، إياكم والشيطان، إياكم والشيطان. كلسة بيجي في سيرتك. إيه يا باشا؟ خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، عايز مني إيه؟ بغض النظر على اللي بيننا، دماغك دي عجباني. بس مش عجباني، هي اللي جابتني هنا. وبعدين يا باشا أنت مسايبني خطبة الجمعة عشان تقولي دماغك عجباني، وإيه المطلوب؟ تعرف ايه عن فتح السروج؟ وده بقى صفه ولا مهنه؟ هنهرج يا ابني ولا ايه؟ فتح السروج يعدوا مجلس الشعب. ياخد عنده حته فيلا ربنا يدينا ويديه. بس الغريبه بقى ان عنده بيانو محيرني. هموت واعرف لغايه دلوقتي هو حاطه ديكور ولا بيلعب عليه. مش قلت لك دماغك عجباني؟ طب الفها لك يا غالي. نسيت اهم معلومه بقى. بس انت مش ملاحظ ان اخر عمليتين انت اللي سلكتهم له؟ وده بقى اعتراف رسمي مني. فتح السروجي محتاجك في العملية الجاية.
عنده قطعة آثار عايز يهربها بره. أنت عارف بقى دي ثروة قومية ومال عام. وإيه اللي مطلوب منه؟ تسلمهولي. إزاي وأنا بالزرقة؟ هقف جنبك. يا باشا أنا آخر واحد وقف جنبي كنا بنشوف مين فينا الأطول. اللي بيقف جنب العباد ربنا. هنفتح لك صفحة جديدة. وصفحة سوابقك دي هتبقى بيضة زي الفل. والثلاث سنين أنت لابسهم دول هتعدي منهم. غالي والطلب شريف، حوارك ده يخلص في ثانية إلا ثانية. طول ما أنت يا باشا في الخدمة، العبد لله في الخدمة. بس الزرقة. بس جات لي معلومات إن فتح السروجي هيهربك يوم ترحيلك لجلسة استئناف. أصيل. هنسيبك تهرب. أقصد. أنا متعاون. وتفتكر يا باشا لما أسلمك السروجي هيسيبني؟ طلباتك إيه؟ لما أقول طلباتي بتزعل. قول وخلص. شريط أصلك جديد. إحنا هنهرب ولا إيه؟ ههرج. أنت اللي محتاجني. وبعدين ما يلزمنيش أخرج من السجن. أنا لازم أهرب بره مصر كلها. لو سمحت، لو سمحت. يا حرام. ماشي. أنت مين يا أنت؟ أنا خيط مقطوع من كتر الشد. الهزار اتحول فجأة الجد وسؤال ملهوش في المنطق رد. أنا حد اتحول فجأة لسبت قصدي لحد. ماشي خد عفر السجارة دي. مسك نفسك يا ابني شوية. قول لي ايه حكايتك بقى عشان انا ما بقتش فاهم لك حاجه. كسرت النفس وحشه. اللي قدامك ده ناس خريج جامعه كامبريدج، شايف كامبريدج، وخدت منها درجه اكسلانس اكسلانس لانس لانس لانس. عداني ابن الجذبه صدى الصوت. وقع في طريق انسان سميته صديق، اديته الامانه الامانه، خان الامانه وخد اللي ورايا واللي قدامي. أنا اللي عملت في نفسي كده. تصدق أنا حبيتك أنت. You love me. وحوقفك تاني على رجليك. أنت قلت لي اسمك إيه؟ صابر. شوف يا صابر، أنا هخليك تعمل أحلى مصلحة. هنا يا عمو. ده هنا بيحصل أحلى مصالح. أهم حاجة تبقى حلال. طبعًا حلال. بس المأمور الجديد بقى منه لله. خلو سمير. خلو. خلو ازاي؟ اخو ماما ده الانسان الوحيد اللي وقف جنبي في وقت كل الناس كان بتنهش في الاحمى في الستريت الطرقات. تصدق انت وقعت لي من السنة. شوف يا صبر، انا هعمل معاك احلى مصلحة، مصلحة بمليون جنيه، وهعرقك بتلاتين في المية. يا عمو كلامك غريب غريب قوي. انا مش فاهم حاجة من الكلام ده. يعني ايه مصلحة وهعرقك؟ مصلحة يعني بيزنس. اوكي وهعرقك يعني هقبلك. يا يا لا عمو سوري ما اقصدش يا، يعني موافق بس بالامريكان. شوف يا صابر باختصار، احنا عايزين ندخل سجاير جوه السجن هنا. يا اوكي بس انا اعرف ان السجاير دي مضرة بالصحة. صح، هي فعلا مضرة بالصحة بس حلال. خلاص يا عمو اللي تشوفه اللي تشوفه. جيب مي فايف يا حبيبي. دي وعد الله. جيب مي فايف كده. تلاقيني مكمره لك الموبايل في اخر الحل في قلب الرز. رز تسلمي يا غاليه. ما بقتش فاهمه دماغي. انا من ساعه ما حيقولي هنا حتى انا ما بقتش فاهم دماغي. بقيت رجل فضاء يا ليلى. يا حبيبي يا عم خليك معايا بقى. السروج عارف ان انت عندك جلسه يوم الخميس وبيقول لك ما تخافش، هو في ظهرك هيهربك علشان كمان عايزك في عمليه جديده. أصيل قول له صبر عارف انك انت قدها ودود واللي ظهر ما بتضربش على بطنه، وكمان بلغه ان الحكم عينها عليه. حصل. والنبي انت غلبان. غلبان؟ انا غلبان قوي يا ليلى. ما تجيبي بوسه بقى ولا ده مش موضوع. ما تلمي ايدك يا راجل، احنا قاعدين مستنيين. ايدي يا بنت انت وحشاني يا بنت. في ايه يا عم صابر؟ ما تحترم وجودك انا. ايه يا عم انت؟ دي مراتي وانا شريتها. وبعدين بس ده يرجع ولا ايه؟ مش لما انت ترجع. يا رب يا حبيبي. يا رب ارجع يا ليلى. انا بقيت مخلوق فضائي. تفتكر هفضل في المريخ؟
ايه ده ازاي هتدخل من غير ما تخبط؟ الو يا سياده المأمور، يا خالو. خالو مين يا؟ ده مش انت خالو هتتبرى مني؟ يا خالو اسمع. الو. طب ما انت فاكك اهو، امال قامت علينا ليه؟ ولا انت جبت الكلام ده منين؟ مش هقولك، انا زعلان منك، عايز تسيبنا وتروح المطافي. لا المطافي يا ما تبصليش كده بقى يا خالو. طب اشير وخالي اللي مشتري يتفرج يا خالو؟ خالو انت عايز ايه يا بارنس؟ تقول عايز ايه؟ بارنس انا ابتديت اخاف منك. ليه يا لولا؟ جبتني هنا ازاي؟ عملت لهم لطه كبيره هنا خصوصا بعد الزياره الاخيره، جننتني وبعدين مش عارفه اخرج لك، فقلت بقى تجيبني هنا. بالظبط يا لولا، الزنزانه نورت. منوره بنفسها يا حبيبي. جد يا لولا، ما اقولك تحبيني زي الاول بعد ما تحولت انسان فضائي. بحبك في كل اشكالك. مش مصدقني هنا. الزنزانه دي هتولع لاعلى من خالص وداني. اقعد يا احلى مفاجاه يا لولا. يا سحر ولا شعوذه؟ امسكي امسكي يا بت. ايه دول؟ 300,000 جنيه. جبتهم منين دول يا صبر؟ ربك يا لولا ما بينساش حد. اسمعي يا بت، مسير عقرب الساعه ده هيلف على ساعه هنبقى في حته تانيه خالص. وانا هخرج بيهم ازاي بقى دول ان شاء الله؟ في ثانيه الا ثانيه، نفس العربيه اللي جابتك هي اللي هتوديكي. يا بنت انت مرات جوجل. عايزك بقى ما تنسيش تعدي على ام رحمه، بجهز بنتها رحمه، والست دي ليها فضل عليا كبير قوي. فضل ايه بقى؟ رضعتني وانا صغير. يا حبيبي طول عمرك اصيل وما تنساش الواجب ابدا. هنعمل ايه بقى؟ الناس لبعضيها. وما تنسيش برضه الله يبارك لك باكو كمان للبت هدى. ليه بقى دي كمان ان شاء الله؟ انت رضعتني وانا كبير. نعم. هنعمل ايه طيب؟ سيد عثمان اتحرك يا ابني. فندم. خالو يا خالو، خالو البضاعة فين؟ في زنزانتك يا عمو. بضاعة بنص مليون جنيه تسيبها في زنزانة؟ أعمل إيه؟ خالو قال لي كده، بس هو قال لي إن السجاير حرام. لا يا حبيبي مش حرام، يا بس مش مستحبة. الحمد لله يا رب. إيه لي بقى عشان رايح استئناف يا رب أخرج. ربنا معاك يا صابر، خد بالك إحنا عندنا شغل كتير. صابر سيد علي الطمان. افندم. ابراهيم محمد احمد. افندم. الصلح حسين هيديك مفتاح الكلبش وانت بتركب عربيه الترحيلات، وهو برضو اللي هيفتح لك الترباس لما تيجي تهرب. طول فترة السجن كنت أأمل تجيلي فيزيتور زيارة يعني. سؤال إيه؟ البيانو اللي أنت كل شوية منطرهولي في حتة، مرة في الجنينة ومرة جوه هنا، نظامه إيه؟ أنت بقى بتلعب عليه ولا جابه ديكور؟ لا بلعب عليه.
فنان يعني؟ ارتست يعني؟ انا شغال مع ارتست. خلينا في المهم، انا عايزك في العمليه الجديده. مش لما نصفر القديمه يا فنان؟ شو يعني نصفر؟ يعني نجيبه ارض بس هو يسلم. مين هو ده اللي يسلم؟ امي. نصفر يا جوجل، 10 خضره هم كده، يبقى فاضل لي 40 اخضر. ما تلم رجليك شويه. طب وانت ايه اللي مسكتك؟ ماشي يا طهره، عايزك تظبط يالا، ما تنساش ان انا اللي مخرجك من السجن. يعني انت اللي عليك مش انا. ومين قال لك بقى ان انا كنت عايز اخرج؟ انا كنت اخلص المصلحه بتاعتك وارجع تاني. صدق بالله انا بطلع مصلحه جوه احسن من بره، وفي الهادي جدا على روقان. ده انت ما حدش يعرف يغلبك يا عم. انا لا عايز اكون غالب ولا مغلوب، انا عايز اقضي المصلحه واطير. ايه المصلحه؟ عروسه مكتوب كتابها، عايزين نسطرها ونوصلها لابن الحلال. لميعه ولا مطربه؟ ملعلعه. الدخله امتى؟ يا ريت النهارده قبل بكره. ايه المصلحه؟ حته اثار ذهب عايزين نسلكها. الاستلام في الاقصر والتسليم في اسكندريه. وبعدين كده انت فهمتني كويس طبعا يا كبير. تمام. تمام. الله، انت بتكلم مين يا دين؟ بشاور قرين يا برنس. انا ما قلتلكش ان انا ملبوس. خلينا في المهم، الموبايل ده خط جديد هكلمك عليه في اي وقت، والفلاشة دي عليها فيديو لعروستنا. طب ما عليهاش حاجة الأصالة الجديد؟ ما تقفش، احنا هي ناقصة قفش. طلع في 4/4 ساعة لغوريسكي ريجوليروفشيك ريجوليروف. طب علي 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 علي. ده تاكي نيبو لافيرولي. طب الخبر ده طلع صحيح؟ تبقى مصيبة سود. خبر ايه؟ مش عارف. مش عارف. بس قلقان. شو ده بقى انسيدنت نيستاو بريتندنت من السودي. أسيبك أنت بقى تقلق لوحدك؟ وقلقانة في أي مكان تاني. سلام. نيكوري تركا تروكو كوبيل. ليلى انا بخير. لما هدومك انت وشيماء وفاروق عشان هتجوني. مش لما الاول اعرف في ايه يا صابر. هفهمك بعدين. شوفي مين. شوفي مين. حاضر حاضر. مين؟ حكومه. يا لهوي، الحق يا صابر، الحكومه بتدور عليك. في يا باشا. في صابر يا بنت. صابر في السجن يا باشا. خش فتش المكان. ما هو هرب. يروح امك. يا فندم مفيش حد جوه. هاتهم لي على البوكس. والله يا باشا ما اعرف. يلا يا بنت. ياسر بيه، ده ما كانش اتفقنا يا عم. تقلقش يا عم، احنا عاملين الموضوع ده بس عشان يبان انه طبيعي. ساعتين كده وهخرجها لك، وزي ما وعدتك هصفرك ورقك زي الفل. بقول لك يا جوجل، هبعت لك رساله على موبايلك في عنوان تحفظه كويس قوي، وبعدين تمسح الرساله. ماشي يا باشا. يلا صباح فل يا جوجل، مع السلامه. انت هتهرب الواد ده بره مصر؟ أهرب مين يا عم انت؟ ده واد نصاب عليه قضايا أكتر من 15 سنة. Delivery date. When? You are too late and we hurry. ليك حياتي، هن عم يسألوك عن موعد التسليم، بيقول لك إنك اتأخرت عليهن كتير، وهن هيك مزعجين منك. التسليم حيكون الأسبوع الجاي. نظام سداد الفلوس ازاي؟ Delivery will be next week. How the money will be? One third of the amount will be paid before delivery and the rest after delivery. حياتي هو رح يدفع لك الثلث هلا قبل التسليم والباقي بعد التسليم. وانا موافق. اوكي. يا صابر. حياتي ليكو، هيدا صابر. ايوه يا صابر. خلي بالك يا باشا، انت متفاهم. بقول لك يا غالي، احنا مش مركب واحده، ولا انت عايزنا نطلط تخش السيجنال بسطرحه؟ خلينا في الجد، انت هتستلم العروسه في الاقصر وهتسلمهاني في اسكندريه، والكلام ده هيكون يوم الجمعه. اهم حاجه بعد الصلاه. انت عرفت ازاي ان البوليس بيراقبني؟ جات لي رؤيه، اصل بنام طاهر.
تتعايق براها امك. اوبا ايه الجو الامريكاني انت جبني هنا ليه؟ مزاجي انت سيب انت على قالك لما يظبط الحجر بس شويه ولا بقول لك ايه انا لا هسلم ولا هستلم انا روحي في ايدك فين ال عف لا كده انت بتدخل ظرف التهريج وغالبا بتقلب بجد امسك اشرف لي ارجع السجن احسن هنسميك الاسم اللي انت عايزه يا حبيبي طلباتك ايه لما قلت طلباتي بتسال شريط اصاله اوبا ده انت معبي لا انا عايزك تسميني سعيد عشان لما اسافر يقولوا لي هابي استغفر الله العظيم امك اللي ذنب عظيم التسليم امتى يا صابر والله ما انا راضي عليك عشان انا قلت لك هابي وانت قصد تضايقني التسليم امتى يا هابي هابي ايوه كده كمان يومين هيبقى فين يعني انت ما سمعتش الحكومة بتحب تتأكد ورا مصنع الكراسي اشمعنى عشان ضلمة خلص يالا مالكش أمان عند الهرم الكبير اشمعنى عشان طويل ما بطل وسخنة وخلص هو اللي قال لي ولعلمك بقى عشان خاطر المحبة اللي ما بيننا العروسة لميع مش متربة أفهم من كده ايه كنت أنا فهمت مسكرة هدي الفلاشة اللي عليها العروسة بس امان عليك ما تمسحش اغاني اصلا اللي عليها اوعى ايدك ايدك انا ما يهمنيش في الموضوع ده حاجه انا هغسل ايدي منه وهسلمك السروجي في ايدك دي والعروسه في ايدك دي بس امان عليك بلغ مصر قولها ابنك صابر بيقول لك كفايه عليك كده عليك وعلى عمرك يا شيخ انت وكريم روجر اغطس الصدمة ادخلها صنخ قلبي يا جدعان استعبطوا ولا ايه في ايه في يا صابر حلمت ببغبغان احوال بيعض في هدهد ده ايه في الخير ابقى اتغطى كويس ودف على شمالك Thank you.
صباح الخير. صباح النور. صباح النور. الأنسة شاهناز المهندسة الجديدة ومسؤولة عن إدارة الموقع. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك مستر عمر. تقدر تتكلم يا عادل. بالنسبة لمنتجات مزارعنا في الصعيد ما بقتش منتجاتنا قد طلبات اللي بتطلب مننا. وده يا فندم بسبب قلة مساحة الأرض الصالحة لنظام الزراعة بتاعنا في المناطق المجاورة. طب وده ملوش حل؟ نجيب مزارع جديدة. وما أنت بتعمل إيه يا فاروق؟ اعتبره حصل يا مستر عمر. أنا عملت سيرش على مزارع جديدة وحددت بعض الأماكن اللي ممكن نشتري فيها. أمال إيه مشكلة مصانع الدمياط؟ العمال عاملين يضرب ليه؟ 20% من العمال متأمن عليهم صحيا تبع التأمين الصحي الحكومي، و80% مش متأمن عليهم، وهم دول اللي عاملين مشكلة. لا مشكلة ولا حاجة. أمن عليهم تبع مستشفياتنا واعمل لهم خصم 50% على الدواء. ادي الناس تديك. أيوه بس ده هيبقى لود كبير قوي على الشركة. لا ده سوء إدارة. لما تبص في مرايتك يا فاروق أول ما تلمح علم عيبك واعلن عنه هيبقى 100 ميزة، لكن لو دريته هيبقى مليون عيب. لو اتعلمت ده هتختصر وقت كتير ويمكن تنجح بسرعة. أنا لسه عند رأيي. ده هيعمل لود على ميزانية شركتنا، وبعدين في الأول في الآخر دول عمال. مش عبيد يعني. ده بس عشان لسه ما بصيتش في مرايتك يا فاروق. تأمينك على مين؟ أنا آسف يا مستر عمر. طب أنا بلغني إن مناقصة وزارة الإسكان بتاعت الشباب رست علينا، وزي ما أنا شايف كده إن الشقق نازلة على 43 متر. بالظبط يا فندم. والكلام ده مش عاجبني. المساحة تتحول ل 100 متر، إلا بقى لو خفضناها ونزلناها 30 ونعملها مقابر وبالمرة أحجز لكم أنتوا أولى. إزاي يا مستر عمر؟ ده تعاقد مع الوزارة. ومش هينفع يتغير فيه. شت. مالكش دعوة بالوزارة، أنا هتصرف معاها. اعمل اللي قلت لك عليه وحاول المساحه ال 100 متر مع الحفاظ على الشوارع والمناور. امرك يا مستر عمر. الوزاره مش هتغير التعاقد، والميزانيه اللي احنا واخدين المناقصه بناء عليها ما تعملش غير 43 متر. ما تقلقش انا اضرب اللي بعمله. ما بحبش اتكلم في البريك بتاعي. انا اسف يا مستر عمر بس انا باصص لبعيد قوي. باصص لبعيد قوي. طب بصصني بقى المكان اللي انت باصص منه. انا شايف ان القرارات اللي انت خدتها النهارده دي لازم تدرس تاني. وبعدين انا كنت فاكر حاجه تانيه خالص. كنت فاكر؟ ده في عالم الافتراضي البزنس ما فيهوش فاكر، في متاكد، في كان في ايدي. في حاجه يا مستر عمر؟ ابدا. بمسح لوح الازازه اللي ما بيننا على الاقل لو مش سامعني تبقى شايفني. بص يا سيدي، كم دي؟ ست. ده بالنسبه لك، لكن بالنسبه لي انا 9. وده اكبر دليل اني من مكانك ممكن تشوف الامور كده، لكن مكان الكرسي اللي قدامك ممكن تشوفها بشكل تاني خالص. عايز تقيم اللي قدامك اقعد على الكرسي بتاعه واتقل، ساعتها هتجاوب على كل اسئلتك من غير ما تسال، من غير فتش. زي كل مجتمعك بقى يفتي في كل حاجه، في سياسه وفي اعلام وفي رياضه، بقى كله بيفهم في كل حاجه، كله بقى رئيس. شغال معانا هنا؟ انا شادي سوبرفايزر. مش سوبرمان يعني؟ لا بس نصير موظفين من هنا. انت كم؟ انا اسف والله يا باشا. شش. تاكل الانسجام في الاسانسير يا حيوان. ربيع. هو حضرتك تعرف انسجام يا باشا؟ انسجام شارع المحطة ورئيس من الجيزة، كانت أيام زفت. البيتين بكرة على المكتب يا حيوان، اوعى تنسى. بص بقى يا سيادة المدير، القاعة اللي هيكون فيها الوزراء ورجال الأعمال بقى تحت مسؤوليتنا من دلوقتي، ما
ما يخشهاش حتى عامل نظافه. تحت امرك يا فندم. عايز من سيادتك كشف باسماء كل النزلاء وجنسياتهم من تاريخ 7/9 لحد 10/9. كشف موجود في الريسبشن. وعايز بقى قهوه بسرعه جدا. تحت امرك يا ياسر باشا. شكرا يا باشا. اتفضل يا فندم. اتفضل. مش ملاحظة انك بتشرب كتير قوي بقى نهار وليل؟ ما بقتش فارقة، ما هو نهاري زي ليلي. على فكرة الانسان طاقة، وانا بقى طاقتي بقت كده ما تعديش فتلة. ابقى بالله. هي ايه الفتلة؟ واضح الفلوس ما غيرتكيش، بس غيرتك انت. شعر بيض يعني؟ اذا كان الزمن بيغير الحيطان مش هيغير البني ادمين؟ وبعدين لو اتغيرت على الدنيا كلها ما اقدرش اتغير على عشره عمر. ما تستفزنيش يا صابر، انت ما بقتش انت عشان انت ما بقتش انت. انا اللي لغيت قلبي ومشيت ورا عقلي وبس؟ انا اللي اهملتك وما بقتش شايفه حاجه قدامي غير البيزنس والمشاريع؟ انا يا اخي ده انت حتى مش بتعتبرني مشروع من مشاريعك، ده الموظفين بتوعك بيتعاملوا بيتكلموا معاك اكتر مني، وانا اللي مساعدك في كل ده. وبعدين قول لي هنا ايه حكايه المره اللي دايره في دينك؟ اوه مره ودينك، رجعتي لاصلك. دي السكرتيره، متهيألي احنا مبدرين معاد النكت شويه. كلمني هنا. سندوتشاتك يا حمزه تتاكل كلها، ما يتسابش منها حته تقعد قدام التلفزيون. ايه يا رؤى يا حبيبي، فرحان في ايه؟ صابر بياخد قرارات الايام دي غريبه قوي، هيضر بيها نفسه ويضرنا كلنا معاه. صابر بقى على وضعه خلاص، وبعدين هو حر في ماله، كبر دماغك منه. اكبر دماغي؟ اكبر دماغي منه لما انا اكون موظف عنده؟ بس ده ابن عمي يعني اخويا. احنا مش هنفضل كده، مش علاقين فيه طول العمر عشان هو ابن عمك؟ ما ينفعش، احنا كمان لازم نشوف مصلحتنا يا فاروق، نعمل لنا شغلنا كده على جنب نأمن بيها مستقبلنا ومستقبل ابننا. ما بقاش في حد بيفكر في مستقبل حد، كل واحد بيفكر في مستقبله بس. بس انا ما اعرفش اعمل اللي انت بتقولي عليه ده. انا لو اعرف بس هو بيفكر في ايه. الفلوس، الفلوس يا فاروق بتغير القلوب وبتقلبها. امال لو قلت لك بقى ليلى بقت بتعاملني ازاي هتقولي؟ الظاهر ان الفلوس ما غيرتش صابر وليلى بس. ازيك عليك يا باشا؟ ازيك يا عمر؟ والله ما صدقت نفسي لما قالوا لي مالك طلبني بالاسم، والله ده كتير. مش قوي كده يا نشارتي، خلينا في المهم. انا بقول كده برضه. انت عارف يا عمر، الحكومه ما عادش ينفع يكون لها حزب، لانها حكومه كل المصريين، بس لازم يكون لها ظهر. عشان كده عايزينك معانا يا باشا. الموضوع كبير قوي، مش معنى. لا ده انت عملت نجاحات كبيره قوي، فت البلد والناس، ده علاوة على ان اسهمك بسم الله ما شاء الله في العالي. والاهم من ده كله انك شخصيه مش محروقه. الباشا متضرب ولا ايه؟ امسك الخشب. بص يا باشا، انا راجل طول عمري بلعب بزنس، السياسه دي مش لعبتي صدقني.
الاثنين لعبه واحده. البيزنس من غير سلطه تحميه يبقى مهدد وعلى كف عفريت، والحكومه من غير حزب قوي يحميها تبقى ملطشه اللي رايح واللي جاي. انت محتاج السلطه عشان تحمي البيزنس بتاعك، والحكومه محتاجاك عشان تحمي سياستها. فهمت؟ دي اهداف حزبك الجديد يا باشا، لو ما عرفناش نعدلها نظبطها على عوجتها. لا 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 لا، وانت كمان زيها. الاي انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي مدام ليلى على كل اللي انت بتعمليه مع الاولاد دول. حياتهم اتغيرت 180 درجه من ساعه ما شافوكي. انتي ما بتتصوريش كمان بقى متعلقين بيكي قد ايه. الحاجه الوحيده اللي ممكن تشكريني بيها انك تطلبي مني اي حاجه الاولاد محتاجينها. اصل مدام ليلى ما قلتش لحضرتك نفسها تفرح الاطفال باي طريقه. انتي حقيقي مش مخليهم محتاجين اي حاجه، ومع ذلك اوعدك لو احتاجوا اي حاجه هكلمك على طول. ربنا يقدرني واعمل لهم كل اللي بيحلموا بيه. ان شاء الله. هشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. ليلى اشوفك على خير ان شاء الله. تعالي يا ماما. ليلى انت ماشيه بدري ليه؟ معلش يا حبيبي انا هرجع لك تاني، بس اوعدك المره الجايه هقعد معاك كتير قوي لحد ما تزهق مني. انا محتاجه لك اكتر من انت محتاج لي. حبيبي باي باي يا ماما ليلى. وريني كده كشف رجال الأعمال المشاركين في المؤتمر. في حاجة يا باشا؟ لحد دلوقتي مفيش، لكن أكيد أنا تحت أمرك طبعا في اللي تطلبه، بس أفهم ليه؟ وبعدين عمر النشرتي، عمر النشرتي رجل أعمال وطني ومحترم جدا وملفه عندنا أبيض. سيادتك بس طلع لي ملفه وأنا أحكي لك الحكاية من أولها. خد عندك اسم الواد ده، صابر سيد الطماني، عايز ملفه برضه. ايه يا عمر، بيه الاسعار اللي انتوا بتبيعوا بيها دي يا راجل؟ يا اسعار مش منطقيه بالمره. ايه انتوا بتلاقوا فلوس في الارض ولا ايه يا راجل؟ مش كده جرايه منصور بيه؟ هو في حد بيلاقي الفلوس الايام دي في الارض؟ وبعدين ما انت كنت امبراطور العقارات في مصر وعارف كويس قوي ان الاسعار اللي احنا بنبيع بيها دي بنكسب بيها ومية في المية كمان. دي نعمه يا راجل. بقى بعد ما كنا بنكسب 200 و300% دلوقتي عاوز نكسب 100%؟ طب نجيب مرتبات الموظفين منين؟ والله منصور بيه انا بحمد ربنا ببوس ايدي وشي وظهري.
راضي بالمكسب ده. احنا مبيعاتنا تقريبا شبه متوقف، وكل ده لصالح شركاتك. اللي بتعمله ده اسمه ضرب تحت الحزام. منصور انا ماليش في الحزام، انت شايف. بص يا منصور، انا مش عايزك تنسى لما كنت بتلبس الكاوتش الابيض بتاع بقيتك ب2 جنيه، لما كان يصفر منك كنت بتعلم عليه بالتباشير الابيض عشان يرجع جديد التقله في الناس. اللي بتعمله ده خطر، اسمه خراب بيوت، ومن خاف سلم. الخوف ما بتسهس بيطرد، وانا طردته من زمان. نورني في البيت يا الله. تشرب حاجه؟ ايه؟ كنت سايب مراتي مع اخواتها البنات؟ بطل يا عم، ما عملهاش غير منصور الكلب. انا كل اللي قدرت اعمله اني خدت رقم العربيه. انا كلمت رجالتنا في الداخليه بس الارقام طلعت مضروبه. الو الو ليلى، ما تخافش، مراتك في الحفظ والصون، احنا برضه ولاد بلد ما بنمدش ايدينا على حريق. مين معايا؟ معقول نسيت صوتي؟ عجزت يا صابر. شفت بقى الصغير مسيره يكبر اسروج. ما كنتش احب اقول لك حمد لله على السلامه بالطريقه دي، بس انت مالكش امان. عايز اسروج؟ عايز حقي. غبي 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 بجد. حقك اسروجي بتليفون صغير منك كان حقك هيجيلك لغايه عندك. حقك ده ايه؟ ده نقطه فحر. انت بتكلم عمر النشارتي؟ أنا حقي كل اللي معاك يا نشرتي. ده يبقى عندي حلم أحلم بيه أحسن من كابوس أخاف منه. أنت كابوس. أنت كده فوتت الناس. أنا لو فكرت في كلامك يا سروج دقيقة واحدة هبيدك زي طفية السجاير. أنت عارف تمنها كام إنك توقفني قدام مراتي مربوطة؟ أنا هزعلك وهزعل وهجيب ناس تزعل. أنت مش هتخرج من هنا على رجليك إلا بعد ما أخد حقي. ميزتك يا سروجي إن أنت بتصدق اللي بتقوله، ودي ميزة مهمة جدا حاول تحافظ عليها. Thank you.
اللي شال الهم من صبر ياسر بيه يشيل اي حاجه. صابر علي الطماني الشهير بصبر جوجل، نصاب محترف، سرق تراث بلده وهرب وباعه بره. عض الايد اللي اتمدت له وشالت عنه بلاوي كتيره، ودلوقتي بقى راجع ايه لابس ثوب رجال العمل الوطنيين اللي بيضحوا بثروتهم ونفسهم عشان خاطر البلد. صح يا صابر؟ عاش عاش يا بطل. تدخين في الجيم؟ تعمل ايه بقى؟ الجيم والاوتيل والمطعم ملك، والملك بيقوي القلب. تعالى اسر بيه، تعالى نشرب فنجان قهوه. تشغلش انت بالك بحق البلد، في غيري نهب البلد وسافر وما رجعش. على الاقل انا لما سافرت كنت سايب طيارتي دايره عشان عارف اني راجع تاني، وكنت متاكد ان انا وانت هنقعد القعده دي. وحشتني. المنطق ده انت اخترعته عشان تخلص من عقدة الذنب. ذنب؟ لا سيبك انت من عقدة الذنب دي، خليها على جنب. مات. بس انا مش حسيبك. مالكش حاجه عند الحرام بشلته يا باشا. معقوله؟ هو انت لسه ما ذاكرتش قانون؟ تكلم. المفروض ان القانون يحمي البلد من اللي زيك. انا بقى عندي بلد جوه البلد تحميني من القانون بتاعك. ما ينفعش يكون بلد جوه البلد، هي بلد واحدة بس يا صابر. أنا آسف هحرجك، أنت مين عشان تقولي ينفع وما ينفعش؟ أنت حاجة صغيرة قوي كده، ترس في مكنة كبيرة. فلسفة فارغة؟ لا، دي مش فلسفة، دي محس، حسابات، ماني. أنا ما أعرفش غير قانون. قانوني غير قانونك، قانوني بيبني وقانونك بيهد. وبعدين كان فين قانونك 7000 سنة والبلد بتتسرق؟ بقانونك واللي فيها لا طايرين لا ابيض ولا اسود. انا على الاقل رجعت بدي الناس حقوقهم وبعرفهم ان ليهم حقوق، فبالتالي عليهم واجبات. ياسر بيه اعقل الكلام اللي بتقوله الاول يا حبيبي. ده على اساس انك بتحب البلد؟ بطل شغل التعبين بتاعك ده بقى. انا فعلا تعبان، عرفت ازاي؟ بس سمي مش في لساني، لا سمي في دماغي. ويوم ما فكرت تشتريه لدغك. اما بقى حبي للبلد اكيد بحبها اكتر منك، لان انت بتحبها. عجزت يا صابر. شفت بقى الصغير مسيره يكبر سروج. ما كنتش احب اقول لك حمد لله على السلامه بالطريقه دي، بس انت مالكش امان. عايز يا سروج؟ عايز حقي. غبي 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 بجد. حقك يا سروجي بتليفون صغير منك كان حقك هيجيلك لغايه عندك. حقك ده ايه؟ ده نقطه فحر. انت بتكلم عمر النشارتي؟ أنا حقي كل اللي معاك يا نشرتي. تحلم؟ يبقى عندي حلم أحلم بيه أحسن من كابوس أخاف منه. أنت كابوس. أنت كده فوتت النازلة. أنا فكرت في كلامك يا سروج دقيقة واحدة، بإيدك زي طفي في السجاير. أنت عارف تمنها بإيه؟ إنك توقفني قدام مراتي وهي مربوطة. أنا هزعلك وهزعل وهجيب ناس تزعل. أنت مش هتخرج من هنا على رجليك إلا بعد ما أخد حقي. ميزتك يا سروجي إن أنت بتصدق اللي بتقوله، ودي ميزة مهمة جدا. حاول تحافظ عليها.
اللي شال الهم من صبر ياسر بيه يشيل اي حاجه. صابر علي الطماني الشهير بصابر جوجل، نصاب محترف، سرق تراث بلده وهرب وباعه بره. عض الايد اللي اتمدت له وشالت عنه بلاوي كتيره، ودلوقتي بقى راجع ايه لابس ثوب رجال العمل الوطنيين اللي بيضحوا بثروتهم ونفسهم عشان خاطر البلد. صح يا صابر؟ عاش عاش يا بطل. تدخين في الجيم؟ تعمل ايه بقى؟ الجيم والاوتيل والمطعم ملك، والملك بيقوي القلب. تعالى اسر بيه، تعالى نشرب فنجان قهوه الاول. تشغلش انت بالك بحق البلد، في غيري نهب البلد وسافر وما رجعش. على الاقل انا لما سافرت كنت سايب طيارتي دايره عشان عارف اني راجع تاني، وكنت متاكد ان انا وانت هنقعد القعده دي. وحشتني. المنطق ده انت اخترعته عشان تخلص من عقده الزمن. ذنب؟ لا سيبك انت من عقده الذنب دي، خليها على جنب. مات. بس انا مش حسيبك. مالكش حاجه عند الحرامي بشيلته يا باشا. معقوله؟ هو انت لسه ما ذاكرش قانون؟ ده كلام. المفروض ان القانون يحمي البلد من اللي زيك. انا بقى عندي بلد جوه البلد تحميني من القانون بتاعك. ما ينفعش يكون بلد جوه البلد، هي بلد واحده بس يا صابر. انا اسف هحرجك. انت مين عشان تقول ينفع وما ينفعش؟ انت حاجه صغيره قوي كده، ترس في مكنه كبيره. فلسفه فارغه؟ لا دي مش فلسفه، دي محس حسابات ماني. انا ما اعرفش غير قانون. قانوني غير قانونك، قانوني بيبني وقانونك بيهد. وبعدين كان فين قانونك 7000 سنه والبلد بتتسرق؟ بقانونك واللي فيها لا طايرين لا ابيض ولا اسود. انا على الاقل رجعت بدي الناس حقوقهم وبعرفهم ان ليهم حقوق، فبالتالي عليهم واجبات. يا سربيه اعقل الكلام اللي بتقوله الاول. يا حبيبي ده على اساس انك بتحب البلد؟ بطل شغل التعبين بتاعك ده بقى. انا فعلا تعبان، عرفت ازاي؟ بس سمي مش في لساني، لا سمي في دماغي. ويوم ما فكرت تشتريه لدغك. اما بقى حبي للبلد اكيد بحبها اكتر منك، لان انت بتحبها على الورق بس، لكن انا بحبها عملي. نرجع لمرجوعنا، تاخد حقك سيوله ولا ناشي؟ لا انا هعرف اخده ازاي. انا قلت كده برضه. عايز اقول لك نصيحه يا سربيه، الحياه علمتني ان الدنيا دي عامله زي المطار، كل واحد فينا ليه رحلته، فخليك في رحلتك احسن. رحلتنا واحده. طب خلاص ما تقعدش جنبي بقى عشان انا بقى اشعر. يا سرباشا اوعى تفتكر ان انت الافضل، لا احنا الاثنين مالناش صحاب. انت مالكش عزيز وانا مالقتش عزيز. وبعدين انا اكتر حاجه تضايقني في الدنيا دي لما اكلم حد ويسيبني ويمشي، لان ده لا في البروتوكول ولا في الشياكه، وبيزعلني قوي قوي. عايزك بقى توسع صدرك الفتره اللي جايه، هتستحمل مني كتير يا صابر، وخلي بالك من نفسك. طب ممكن تتفضلوا بعد اذنك يا مصطفى. اتفضل. اهلا اهلا. وانا اقول المكتب نور كده ليه؟ حياتي كيفك؟ ازيك؟ شقت لي؟ انا برتاح جدا وانا بتكلم معاك، هجيلك في اقرب وقت. اوكي
تمام ماشي باي. حبيبي كان بيتكلم مع مين؟ دي شيماء كانت بتطمن عليا. ما تكلمناش من ساعة اللي حصل. هي كويسة؟ كويسة. أنا قررت أسافر. نعم يعني؟ أنا قررت أسافر أوروبا طالما أنا مش عايشة بأمان هنا وأنت مش فاضيلي. بس الكلام ده لما تكوني عايشة مع هبة مش عايشة مع راجل. وأنت بتسمي دي عايشة؟ ده احنا بنتقابل بالصدفة يا راجل. وأنت إيه بقى اللي مش عاجبك في العيشة؟ مش ده اللي كنت بتتمنيه؟ فلوس، عربيات، وقصور. أنا لا عايزة فلوس ولا عربيات ولا قصور. وده معناه إيه بقى يا هان؟ معناه إن أنا خلاص خدت القرار وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. لا! أنت هتنام على الجنب اللي يريحني أنا بس. علاقتك فوق. مرحلة ايه؟ بقول سعادتك نصاب. نصاب من وجهة نظرك انت، لكن من وجهة نظر الناس ده راجل اعمال وطني وشريف. لو طلعنا بكرة وقلنا ان الراجل ده نصاب الناس هتصدقنا؟ هيعتبروها حملة تشويه وشعبيته هتكبر. ده غير ثقة الناس فينا اللي احنا بنحاول نرجعها تاني. بتهيألي سعادتك ثقة الناس دي ممكن نكسبها لما نقدم الفاسدين وأصحاب المصالح للعدالة. الإصابة بسيطة خالص وهيخرج كمان يومين. الحمد لله يا رب. الحمد لله. من فضلك بس 5 دقايق يا متكتر. دقيقة. فضل. ياسو ألف سلام عليك حبيبي. قلقتني قلقتني ياسو. معقولة صدرك ورجليك؟ أنا آسف أنا آسف. سلامتك حبيبي. جاي تطمن عليا ولا تطمن على نفسك؟ ما تقلقش لسه عايش، بس هو حياة أمك زي ما خرجتك من السجن هرجعك لي تاني. ياسر باشا أنا ماليش في اللعبة القذرة. الدنيا علمتني إن عصاية العز هوش بيها ما كسرهاش. محدش له مصلحة يخلص مني غيرك. يا باشا أنت حبيبك كتير قوي. تفتكر بقى إني ممكن أصدقك؟ ومين قالك أصلا إن أنا عايزك تصدقني؟ انت صعبان عليا. ما صعبش عليك غالي، احنا لسه في اول جوله وانا لسه بقول ادي الكلام ده قديم قوي يا ياسو. يا اخي انت ما زهقتش؟ ما تدور على المصلحه اللقمه المام. انا عندي قريه سياحيه بتشتغل حلو قوي وعايز رجل امن من حديد زي كده ومرتب خيالي، وانا يا سيدي هتجاوز عن الاصابه. انا اسف يا اخي، اعمل ايه؟ رجليك ناحيتي. فات اللي جاي هيعلم عليك. وادي شيك اعمل مشين العيال. كنت متاكد انك هتعمل جو عزه نفسي منعاني. صدق اللي قال إن الكلب أوفى من البني آدم، عشان إحنا بقينا في زمن الخيانة وجهة نظر. صح يا روكي؟ هو مين يعرف غيرنا؟ الحكاية اللي بيني وبين ياسر وسخن بيننا دلوقتي.
يسخن ايه؟ ده كان عايز يخلص منه. هو اللي عايز يخلص من حد يضربه في رجليه، خصوصا لو كانت المسافه بينهم 3 متر. اللي عمل الحركه دي خاين رخيص. بس ابوي قال لي الخاين هو ده اللي تحب له الخير ويحب لك الشر. انما عمي بقى رد عليه وقال له ان هو ابوك الخاين ده اللي اتكلم في ظهرك. شفت تمام الخاين ايامهم كان ايه؟ غلبان. انما ايامنا احنا الخاين هو اقرب واحد منك وابعد واحد عن خيالك. سقف سقف. شوف لي معاك كده 200 جنيه. انا اذنك يا رب. الحوار ده ما يخصكش، بس لما اقول لك سقف يبقى سقف. باي باي يا حبيبس. تنشر معلومات عن عمر النشرتي. زي ما حضرتك عارف يعني احنا قناة بتحترم جمهورها جدا، وما ينفعش كده انشر اي حاجة من غير ما يكون معايا ادلة تحت ايدي. اولا سعادتك ما اسموش عمر النشرتي، اسمه صابر سيد علي الطماني. ثانيا بقى انا اعرف كل حاجة عنه من يوم ما امه ولدته لحد النهاردة. تزعل على الخاين لأنه الوحيد اللي ما ينفعش تديله فرصة تانية، وما توقفش حياتك على حد. ساعات كتير بنكتشف إن البدائل أفضل بكتير من الحاجات اللي تربعت على عرش الأولويات. أرجو أكون فاهمني. دي موافقة وزارة الإسكان على أرض الواحات، ابتدي مشروعك. ما تقلقش، إحنا ابتدينا حملة الدعاية ومضينا عقود كمان، واخدين مقدمات بحوالي 150 مليون جنيه. طب كويس. وبعدين حكاية دقنك دي عايزك تخفها شوية. Thank you.
ازاي بس؟ رغم قوة ملاحظتك لما جرحتني ما لاحظتش. انا عمري ما فكرت اخونك لانك ابويا واخويا وده نايح اللي لسه ما شفتهوش. زي ما عمري ما هيأس اني اجيب لك ولد حاضن دمي ودمك. والله انت ليه دمك حاضن دمي يا ليلى؟ احنا في نعمه وما دام وافقت ترضي ارضي رضا كامل. الدنيا دي غريبه قوي يا ليلى، تعبتني زي ما تعباكي. عايزه تعلمني كل حاجه وعكسها. علمتني زمان ان كل حاجه بالفلوس، ودلوقتي جايه تعلمني عكسها. علمتني ان نص فكره ونص كتاب ونص طريق ما وصلوش لحاجه، زي ما علمتني ان انا انسان مش نص. وبرضه جايه تعلمني عكسها، تقول انك مش كامل. مش كامل لاني مش قادر اجيب ولد منك من صلبي ولا انت. والحل ان احنا نفترق، وده مستحيل. وبعدين الطمع ده، حد يطلب بنت بيضه حلوه زي الورده، حتى ورده، ويطلب تاني كتير قوي يا ليلى كتير. صح صح. اصبري معايا يا ليلى، اصبري. بحبك. انا بموت فيك. رجلي وجعتني قوي يا ليلى. صدق اللي قال ان الكلب اوفى من البني ادم، عشان احنا بقينا في زمن الخيانه وجهه نظر. صح يا روكي؟ هو مين يعرف غيرنا؟ الحكايه اللي بيني وبين ياسر وسخن بيننا دلوقتي. يسخن ايه؟ ده كان عايز يخلص منه. هو اللي عايز يخلص من حد يضربه في رجليه، خصوصا لو كانت المسافة بينهم 3 متر. اللي عمل الحركة دي خاين رخيص. بس أبوي قال لي الخاين هو ده اللي تحب له الخير ويحب لك الشر. إنما عمي بقى رد عليه وقال له اللي هو أبوك الخاين ده اللي اتكلم في ظهرك. شفت تمام الخاين أيامهم كان إيه؟ غلبان. انما ايامنا احنا الخير هو اقرب واحد منك وابعد واحد عن خيالك. سقف سقف. شوف لي معاك كده 200 جنيه. الحوار ده ما يخصكش، بس لما اقول لك سقف يبقى سقف. باي باي يا حبيبتي. Thank you.
حاولت تنشر معلومات عن عمر النشرتي. زي ما حضرتك عارف يعني احنا قناة بتحترم جمهورها جدا، وما ينفعش كده انشر اي حاجة من غير ما يكون معايا ادلة تحت ايدي. اولا سعادتك ما اسموش عمر النشرتي، اسمه صابر سيد علي الطماني. ثانيا بقى انا اعرف كل حاجة عنه من يوم ما امه ولدته لحد النهاردة. الوحيد اللي ما ينفعش تديله فرصه تانية، وما توقفش حياتك على حد. ساعات كتير بنكتشف ان البدائل افضل بكتير من الحاجات اللي تربعت على عرش الاولويات. ارجو تكون فاهمني، دي موافقه وزاره الاسكان على ارض الواحات، ابتدي مشروعك. ما تقلقش، احنا ابتدينا حمله الدعايه ومضينا عقود كمان، واخدين مقدمات بحوالي 150 مليون جنيه. طب كويس. وبعدين حكايه دقنك دي عايزك تخفى شوي. لأنك أبويا وأخويا وأمي وضنعي احنا لسه ما شفتهوش، زي ما عمري ما هيأس إني أجيب لك ولد حاضن دمي ودمك. والله أنت ليه دمك حاضن دمي يا ليلى؟ احنا في نعمة، وما دام وافقت ترضي ارضي رضا كامل. الدنيا دي غريبة قوي يا ليلى، تعبتني زي ما تعباكي، عايزة تعلمني كل حاجة وعكسها. علمتني زمان ان كل حاجه بالفلوس، ودلوقتي جايه تعلمني عكسها. علمتني ان نص فكره ونص كتاب ونص طريق ما وصلوش لحاجه، زي ما علمتني ان انا انسان مش نص، وبرضه جايه تعلمني عكسها. قلت انك مش كامل، مش كامل لاني مش قادر اجيب ولد منك من صلبي ولا انت، والحل ان احنا نفترق، وده مستحيل. وبعدين الطمع ده، حد يطول بنت بيضه حلوه زي الورده، حتى ورده ويطلب تاني كتير قوي يا ليلى، كتير. صح صح. اصبري معايا يا ليلى، اصبري. بحبك. انا بموت فيك. رجلي وجعتني قوي يا ليلى. كنت فاكر اني مالك كل شيء في الدنيا.
اكتشفت انا الليله دي انك انت الدنيا دي بتكمليني واكملك يبقى هحتاج تاني ايه كان نفسي اكمل فرحتك بس اسف بايدي ايه الصبر مني بنظرة واحدة منك انتي هنسى همي كلمة بحبك مش كفاية عليك انتي صابر وهصبر وانخلص الصبر مني بنظرة واحدة منك انتي هنسى همي كده يا فاروق، انت عندك كل تفاصيل عملية السرج الأخيرة، عايز أشوفه في السجن. خير يا فاروق؟ مالك؟ خبر مش كويس. ياسر الظابط هيعمل حلقة في التلفزيون وهيتكلم فيها عنك، والإعلانات مالية الشوارع والنت. أنت غلبان قوي يا فاروق. روح أنت وأنا هتصرف. طيب فهمني بس. يلا يلا. صوره من شرب. عشان عم نفذ أوامرك. لا أعمل هيك عشان بحبك. بس 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 خلاص. طيب يا باشا أنا هتصرف. شكرا باشا. تفضل 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 فن تفضل. إيه ده؟ في إيه؟ هو مش منصور المنشاوي ده اللي كان عايز الحلقة إزاي عشان صبري يتفضح؟ اللي جد يعني؟ واضح إن البلد دي بقى فيها مليون عمر النشرتي. جيت أحارب تعبان بحاوي. السيد المستشار النائب العام محامي الشعب.
بعد التحية، اليوم نحن بصدد قضية غير كل القضايا، هي أعظم وأخبث من غيرها. إنها قضية فساد وإفساد من الدرجة الأولى، قام مرتكبها بتسويق نفسه إلى الرأي العام على أنه الفارس المخلص والبطل المغوار الذي سيدخل برثان الشر فيفنيها من أجل تحقيق أحلام المواطن البسيط في أن يحيا حياة كريمة هادئة. فالتف الجميع حوله وجعلوه تاجا على رؤوسهم، ووافقوا ودعموا وصفقوا له، وأصبح يكبر كل يوم أضعافا مضاعفة، حتى بات يتحكم في أقواتهم ويتملك مشاعرهم وعقولهم، وامتدت يده الآثمة إلى كل موقع مؤثر في هرم السلطة، حتى أصبح له رجالاته وعملاؤه الذين يخدمون طموحاته العفسة. فكل يوم يمر دون مقاومة ذلك السوس الذي ينخر في عماد الوطن سيكون سبباً في انكسار إرادة أمة وانحنائها أمام رؤوس أموال طاغية جاحدة لا تعرف إلا لغة الأرباح والمكاسب، حتى لو جاءت على جثة هذا الوطن. عارف إن النائب العام عمل لك ضبط وإحضار، أنا مش عايزك تقلق خالص. بالنسبة لك دلوقتي جوه أمن من بره كتير، لحد ما نشوف هنطلعك إزاي يا صابر. أنا اسمي عمر النشرتي يا باشا. ماشي يا عمر يا النشرتي.